السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدي أعملكم اليوم سلطة الجرجير بالبصل والسماق. هاي السلطة كمان كويسة بيعملوا حمية غذائية. غسلت الجرجير وقطعته قطع كبيرة، والبصل شرائح رفيعة كتير طيبة مع المشاوي ومع الصواني، مع اي شيء يعني بتتقدم، بس افضل اشي مع المشاوي المشاوي وصواني الكفتة مثلا او صواني الدجاج. بدي احطها في الصحن. نحركها، نفتح البصل هيك، بنحط عليها معلقة خل تفاح، إذا في طبيعي بكون أفضل، معلقة دبس رمان، معلقة سماق. بنحركهم مع بعض. للي ما بيعمل حمية غذائية يحط معلقة زيت زيتون، واللي بيعمل بلا يعني ما يحط، مو مشكلة. طعمها كتير لذيذ وزاكي، وصحتين وعافية. إن شاء الله يا رب بتعجبكم، وما تنسوني بدعمكم باللايكات تبعتكم إن شاء الله.